وأول حاجة اللي مهم بعد هي الربح. يو بور موا دو ميتون، بروميير ميتون دو تخي أوت فاكتور، لعبنا الكرة افيك بوكو دو ريتم، بغينا نمشيو نسجلو، سال علينا الماتش مي كنماركيو ديما كيسال علينا الماتش مي كنماركيو في لي 20 بوميير مينوت. من بعد لا دوزيام ميتون ليكيب لي باغي تجيري، واخا كنا قلنا لهم خصنا أونكور نشوفو لو ميم فيزاج في لا ريغولاريتي. تريلي بوتيت كيزون جيري على شتو ما عارفين. كان ماتش تلات ومن بعد تيوما تبعينهم لا تشامبيونز ليغ لو شامبيونا بزاف الحوايج، مي لي مهم هي لي ليتا ديسبري، لونفي دالي غاني بحال ديما، دالي ماركي. اون ا بري دي ريسك شي حوايج لي مازال ما كديناش، كنخلوك انكور كيلكو سيتواسيون سورتو في ليسباس باسكو اون اي تري هو. Mais c'est le risque qu'on veut prendre parce qu'à la fin, il y a un amour. Le caisse, il faudra prendre des risques pour aller marquer des buts. Donc voilà, satisfait, Farhan. Encore une victoire. On continue à travailler. Des enseignements, bien pour certains joueurs. Aussi pour d'autres, il y a encore du travail. مدرسة ديال الفاتح يكملوا مع بعضياتهم. بالعكس السيمانة كاملة خدموا مزيان. دايوغ على هادشي دخلت يوسف دار من تخيب واحد السومان ونايف بحال خو كبير، دونك ولا طرات شي حاجة هي باش يعاونو. ويوسف سي كالكان لي تخي انتيليجون، لي غي يقبلها ودار ان تخي بون ماتش اليوم. سا ما با ايتوني انا في لاكاليتي بالحك. لا شوف عندنا واحد جروب لي باش تعلى الفيتور، ولا شفتو شي حوايج غير ديال الكرة باسكو كيعيشو مزيان. حنا عائلة ديما كيقولوها في التصريح ديالهم، كيعجبهم يجيو مع بعضياتهم، كيبغو راه تفرقا، كيبغو بيناتهم، بالعكس كيبغو يربحو. مرة مزيان تخلقو في التيران وهما هادوك الكويريا حق لا بيناتهم ما طرات والو دامبوغتون لي تقدر تقولو. لا بالعكس كيتعرفو مزيان، كبروا مع بعضياتهم. وبونو ايوا بلسا شفتو في اكسيون، سي دوماج باسكو كان grande forme. Souvent quand on est en grande forme, il y a des risques de blessures. Alhamdoulilah, on a Mounir, Nitradel encore un arrêt. On a deux grands gardiens, il y a la chance les Andy. Tmina Wekuno Dima Forma. Tmina la blessure Bono, ma coach Saiba, ma coach Taoula Ali. Mais j'ai contre le mois de novembre, ma Inch'Allah. L'état d'esprit de Kanbliou. Quel Koran, quelle tactique, quels choix. Quel avis groupe les Mohim. مريم شوت فرقا كدي ان تيتر سان ليتا ديسبري. ليتا ديسبري ملي جيت انا كنهضر على لا فامي ديما، كنهضر على تلعب ملي كتجي كتلعب على بلادك وكتلعب على الجمهور. مع الجمهور بحال اللي قلت لهم ملي هزينا الطريق كنشوفوا من الصعيديات ان هنا الناس في الطريق. انا بلاد الكره، بلاد كتبغي الكره، غير على هادشي خصهم ديما يتقاتلوا. ملي كيلبس القميص ديال المنتخب خصو يأمن ملي كيجي باش يلعب على هاد البلاد، ماشي كيلعب على راسو. والخدمة ديالي وديال ستاف هو هذا. اللي ما كيفهمش هادشي كيبقى في الدار، واللي ما كيفهمش هادشي كيبقى في لو بون. وبداو كيفهموها. وملي كتشوف ابراهيم دياز بليسي باغي يجي يكون مع صحابو، باغي يجي يشوف الفرقة، غادي الأمور. مي دو طون زون طون باش ما نقولوش كلشي بوزيتيف، طون زون طون غيكونو دي تونسيون لي نورمال، وغيكون الخدمة ديالي باش نجيري هادشي. بالعكس بالعكس خدمنا مع ستاف حتى مع الجامعه باش تكون عندنا لي ميور جوور. على شفنا بالاكسبيرونس اللي دازت لعندي مع لا كوب دو موند ولا لا كوب دافريك، ملي جاونا دي بليسيور ولا دي جوور اون فورم اللي ما كانوش في مستوى ولا تبليساو لو بتي ديتاي باش نديو الكومبيتيسيون جات فادي. دونك لي كران بيي ديال الكره عندهم لا كونكورونس، هادشي اللي كنا بغينا. على هادشي مشينا وجبنا لي ميور جوغ بوسيبل. وملي كتشوف الدراري بحال صحراوي اللي جا عدلي في لو بون صايباري وتوز لي جون اخنوس، كتشوف ما كانش ابراهيم، ما كانش حكيم، ما كانش مزراوي، ما كانش داري، ما كانش بزاف د اللاعبين جوب. سي سا الفوتبول، سي سا ليكيب ناسيون. علاش كنقول كتكون دو بلوس ان بلوس ديفيسيل غير باش ندير لا ليست، حتى هما باش الدراري تاهما يبقاو ديما كونسونتري، وتا هما كتعاونهم باش في الكلوب ديالهم يكونوا في مستوى باش يجوا يلعبوا في المنتخب. من بعد لا كونكورونس سي توجور بيان. بعد لي ديسيزيون انا اللي كنهزو، وانا اللي خصني نكون
مزيان في لي شوا ديما ندخل الدراري اللي يستاهلوا واللي يقدروا يعاونوا على لو ماتش على لو ستيل دو ليكيب اللي كاين. انا فرحان وشي تخي فيير اليوم اللي كنشوف ليفيكتيف اللي عندنا اليوم ملي كتشوف عامين قبل نجي على اليوم دابا سان غو ترافاي اللي درنا كيأثر عليا لا بريسيون بحال سي نورمال ملي كتدخل كمدرب ديال المنتخب فوت كابابل على لا بريسيون قدر عليها على هادشي كنجيبهم على هادشي كنبغي لي ميور جوغ في هاد المنتخب. ديجا على جمال وعلى يوسف بيان سور بيان سور شي ساتيسفي ملي كتربح بخمسة اون با بري بوت ليتا ديسبري ديالهم ماشي سالي دخلوا في هاد الفرقة تأدابتاو بزربة الدراري بغيت نقول لهم شو برافو علاش عاونوهم السيمانة دخلوهم في الجروب بحال ديما كانوا معنا وعجبني لاتيتيود و لا بيرسوناليتي ديالهم بحال شو با ايتوني ولا دخلتهم بحال اللي قلت لهم في الماتش سي با باش ندير ان كادو ولا باش ندير شي حاجة ديال البوليتيك ملي كندخل واحد علاش كنآمن به وملي كنعيط واحد في المنتخب ديما علاش كنآمن به كنت عارف جمال ويوسف كانوا يقدروا يدخلوا في هاد الجروب بحال اللي قلت لكم لا كونكورونس صعيبة ديما ملي يوسف ملي نصير ما كانش وملي هزيت لو شوا ملي لي سونترو اللي كانوا قبل نشوف شي واحدين اخرين ديريكت فكر في جمال وصراحة داروا بون ماتش يفو لي فيليسيتي اي ابخي علاش مقلق ديما مقلق انا ديما جو لا بيرفيكسيون قلت لهم في لا ميتون كون باغي نماركي انكور بلوس دو بوت كون باغي نكون ما نخليش دي زوكازيون اللي خلينا في دوزيام ميتون لا بروميير ميتون سي ما بيرسوناليتي تاعنا ما راه خصني نكون بلو كالم تاعنا خصني نتعلم في هادشي نحتي بلوس دو سيرينيتي الدراري مي سي مون كاركتير سي ما بيرسوناليتي و بوتيت كو تي هادي كتعاونو موما باش يكونو ديما بيرفيكسيونيست هادشي اللي بغيت نحتلو مي اللي مهم كنفرح ديما ملي كنشوف المغرب كيربح ديال كيأمني de la conférence, l'enseignement principal il y a la première mi-temps d'Ima Mohim Alina, mais quand on trouve l'intensité ou qu'elle marque rapidement, d'Ima qui est allé dans le match, d'Ima qui est allé au Congo, au Gabon, ou le Lyon, d'Ima qui a marqué au Gada, au but. Donc elle dit les Mohim, il y a à la fois de l'intensité ou l'état d'esprit flou du match. Mohim, qui est allé dans le match. Après, il y a de la gestion, elle dit l'enseignement, l'image avec Michia. C'est un peu comme ça, l'intensité de la première mi-temps, mais je suis comme le Kafarka, qui est vraiment une équipe redoutable. Mais après, c'est difficile le côté mental, qui a une divan à gestion, qui a un match qui est salé à Lyon. Donc les efforts, ça reste des matchs d'un amicaux, qui a rafouté de la blessure au Chili. Les changements, Tiado, sommes tout le temps, qu'on a un Idafa à Kvira, mais je suis encore fait de l'intensité. Et après, Ouais, on va réfléchir. D'abord, on a une question de blessure. On a un duelo de grave. Donc, la maquette, forcément, il y aura des changements. Et après, Mazel Kalfkov dit que le match est les Soto. Dit que la connexion, dit que l'ossature, comme un kata Nash. Mais peut-être qu'il faudra quand même prendre le risque parce que Ressentier, tu as l'effectif. Ressent Choufou des joueurs aussi. On va voir. On va voir l'état de forme de l'Italie et on va réfléchir à la humaine pour qu'on ne puisse pas faire trop. Donc, on va voir le bon lien. On va voir l'Irey Troll, normalement, c'est un titulaire. On va voir le bon lien, ça va aller matraque. Adli, on a Sahraoui, Belahayan, on a le choix week-end. Il faut être honnête. Donc, on va voir ce que nous avons dit. C'est ça l'état d'esprit des Brits. Quand on a vu un grand match, ou quand on a vu les Abid Mohamed Mazraoui, ou on a vu Atatullah, ou on a vu Zedri Aznou, donc au lieu d'Ima, on a des joueurs qui ont joué le match, qui ont joué l'année d'absence, j'ai rendu à l'Ouar Bahak, mais si on a Dima fait la présélection, Zakaria qui a joué à Marakhra, donc Chofna, mais chez arrière gauche, arrière droit, et j'ai fait les Jeux Olympiques. قلت لكم ديما ملي كنأمني هي تكون عندي ان اغيير كوش حق مع مزراوي في المستوى اللي عنده كنقول ميور دافوار دو اكسبيريونس في هذا البوست بالحق هي لا كونكورونس كنرجعوا في هاد لي شوا اللي عندي اللي ماشي ساهلين دابا قبل ما نكذبش عليكم ملي دخلت في المنتخب كان عندنا 55 نون باش دخل 57 نون بريسيليكسيون
كنا تعلم السهرة دابا في ديك 55 نو كاينين اللي كانوا في ديك 55 نو قبل ما كيدخلوش دابا في 55 نو مزيان لينا خصنا نفرحوا مي ماسينا اللي كان تيتولير قبل انديسكوتاب دابا كاين بوتيت 4 5 6 جوار في هذا البوست وكان لو شانتي ديالي هي نجيبو دي زاريير كوش دي ديفونسور سنترو شنو؟ تقدر تكون نوتسيون ممكن صراحه ممكن كنفكروا فيها بحال كاين لا كونكورونس ممكن صراحه ان شاء الله يكون خير تبقى في مستوى بحال ادم واحد اللي كنهضر معاه وديما كنت كنديرو في لا بريسيكسيون كان عنده دي بريسيون ا دي مومون شارنيير الجروب زاد بحال كاين ممكن في لو فيتور نشوفوه بحال الوادي الباب محلوله ديما كتعرفوني واخا مره مره كيقولوا عندي راسي قاصر بحال كتشوفوني في الاخر اللي كيستاهل اللي كيخدم يقدر يدخل في الفرقه حتى انا كندير غلط مره مره في التوقيت كندير دي شوا قلت شا قبل يقبلوها بحال اللي كيقبلوها بحال كنمشي ديما في لوبجيكتيف ديالي هي الفرقه تكبر هذه هي كيامني بالحق اليوم جربنا الياس واحد بوس جديد بغينا نشوفو في ميديو تيران يكون بحال انفو 10 بحال سفيان شفتو في اليمين اللي ماشي البوس ديالو بحال جربنا ستيل دو جو اللي بغينا يكون قريب لاتاكون باش تكون عندنا الدراري في لا سيرفاس ونخليو هاد لو كولوار الاشراف اللي كنعرفو سي لو ميور لاتيرال دروا دو موند باش تروا لي كاليتي ديالهم يبانو بحال في ماتش واحد وفي ثلاث ايام باش نخدموها خصنا اونكور دي ماتش خصنا مازال نخدمو حكا نامن لي سي دي جوغ دو تالون لي غيتفاهمو مع الوقت الياس باقي صغير حتى هو سي 2005 خصكم شي نساو لي عندو 3 ans دو موان كو زلزولي وخصو الوقت بحال بحال ابدي اللي كتشوفو الماتش اليوم ديال ابدي كان فان تخي كرون ماتش وبغيت نقولو برافو كان عقل في كوب دي موند اه كاتشو كان بحال شويه بحال الياس كان كيدير شي كواري علاش كان باغي يبين باش ملي كتكون صغير كتبغي تبين سي لو ديفو دو لاج هو هذا حنا خصنا غير نصبرو معاهم غيكبروا هاد اللاعبين ما غاديش يمكن يحطيو حتى معايا في لو توب ديالهم غيجيو مع الوقت باقي صغارين حنا اللي كنهزو لو ريسك نلعبو هاد الدراري في هاد لاج غيكبروا مع الفرقه غيجيو ماتوريتي مع الوقت مي لي جو ماتوريتي كنشوفو ابدي سي ان جوار ديفيرون ديال دابا عامين و يفا اتر انكور ميور انكور دون دو زون و الياس سافا اتر كراك مونديال ان شاء الله دون لي زاني افنيغ عندنا خو ماشتي و خصو كبير مع الفرقة عندنا بيلا خنوس كيبان كوم بحال لي قديم بحال تا هو عندو غير 20 طون و انا الخدمة ديالي نخدم على لو مومون و كنهز هاد الريس باسكو كنعرف غيديرو الكواري و غيديرو هكا يكبرو مع الفرقة باش ان شاء الله يكونوا في المستوى في الفيوتشر ويحطوا اضافه ان شاء الله هذا المنتخب ان شاء الله بغيت نشكر الجمهور ديال وجده بغيت نقول لهم بعدا شكرا جاو سندونا داروا واحد لامبيونس بغينا نسمحوا لهم في الدوزيام ايتام كان حتى حنا نحسناهم مي بقاو هما معنا ونتمنوا الثلاث ان شاء الله اونكور يكونوا معنا ويعاونونا باسكو غنحتاجوا يمكن اكثر الثلاث كل يوم مي انا قلتها ديما جو فين ما مشينا في المغرب كبير والوش ديالو والناس ديال لوغنيوتر باسكو 100% جاو الناس من السعوديه من بركان من اي مدينه جمهور ديال الكره تبارك الله عليهم كبير مع الوقت بحال اللي قلت ان جو دو بوسيسيون باش تماركي دي بوت باش تكون اون ايكيب اوفونسيف خصها الوقت في المنتخب بحال اللي قلت بدات سي مون 30 ماتش اليوم دونك بحال اللي لعبت واحد العام ديال البطوله اليوم بحال لعبت شامبيونا ديال البطوله في عامين لعبت 30 ماتش دونك باش تلعب 30 ماتش وباش تفرقع كبير كان خصنا الوقت ادابتينا في كوب دي موند باش لعبنا في واحد المستوى اللي كانت كبيره كان خصنا تكون ان ستيل دو جو افيكاس و ديفونسيف و جي لي اسومي باسكو مع الفرق بحال البرتغال بحال فرنسا بحال بلجيكا بحال كرواسيا كان خصنا نكونو سوليد مور هادشي كنا اون ايكيب لي اون كونستركسيون في لا فاز دو بوسيسيون في لا فاز اوفونسيف كان خصنا الوقت بحال ديما قلتها حنا غاديين مي اونكور دو ترافاي سي با بارفي بحال اللي شفتي كنا ماركينا 6 4 من بعد ماركينا غير واحد تقدمنا اليوم 5 كان امل من الثلاث غيكون ماتش صعيب ما غاديش يكون ماتش بحال اليوم باسكو ديما كان ديك لو ريلاشمون كان ديك لو تاع الفرقه اخرى غتجي اونكور افيك بلوس داغريسيفيتي غتجي باش تدافع خصنا نجيبو لا سوليسيون على الماتش ديال مردي بحال كنكبروا مع هاد الماتشات مي لوبجيكتيف ديما كان عندي يقدروا يقولوا ديما الناس انا جي توجور ايتي ان انترينور اوفنسيف ما في الفوس إما في الوداد بوتيت مع الوداد كان عقد تشامبيونز ليغ في لا فان ديال ماتش دي ماتش دو بوان كانت ليكيب كافي ماركي بلوس دو بوت دونك اون اي توجور سور ليكيب ديفونسيف و اوفونسيف
يوم ماركينا دي بوت ماشي كان با ساتيسفي باسكو خلينا كان دي زوكازيون وديك ليكيليبر خصنا نجبرو مي حنا غاديين في الطريق انا اونكور ان اون ان شاء الله باش نكبروا تو مي با اونكور بارفي مي حنا غاديين في الطريق ان شانتي قلت لكم اللي ماشي ساهل خصنا نزرب باش نجبرو فيت لا سوليسيون باسكو كنعرفو من ديفونس سنترال خصها تلعب بزاف ماتشات شفنا لا لين يوم اليوم مرة واحد كيطلع مرة كيهود مع الكابون تاهي C'est vrai qu'à un moment donné, c'est un choix. Avec la blessure de Chedi, je vais installer une charnière centrale. Lyoum, Khrejnaïev, je serai là plus encore. Donc, Mazem Radij Aouna, c'est le problème de Moutiachab. Dima, il y en a des blessures, il y en a des choix, c'est adaptant. C'est un problème qui est cool, mais Mazem, je vais faire force à Dreyou. Je trouve qu'il y a le plus de certitude. Moumkin, Dreyou, Jaou, on a. ديجا فحال يميك فحال داري ولا سايس رجع في المستوى ديالو غنشوفو لي ميور زوبسيون باش تكون عندنا شارنيير سنترال سيغ باسكو ولا بغينا نديرو كوب دافريك بعدا خصنا نكونو سوليد ديفونسيمون وهادي لي مهم ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديرو جيم